بالنسبه للبنات اللي مشتركين في القناه ديالي وكيقولوا لي بان ما كيبانوش لهم فيديوهات القدام، ما عليكم غير تدخلوا القناه وتضغطوا على هذاك ديال الفيديوز وغيبان لكم كاع الفيديوهات ديال القناه ديالي من البدايات ديالي في القناه. وبالنسبه للبنات الجدادات اللي باقي ما اشتركوا في القناه، نتمنى انهم يضغطوا على المربع الاحمر ويفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وطبعا الى عجبكم محتوى قناتي، وبالنسبه الى عجبك الفيديو ديالي ما تنسيش تدعميني بلايك وتشاركي مع اصدقاء ديالك سواء في الفيسبوك سواء في الواتساب او اي مواقع اجتماعية اخرى. وشكرا لكم. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير والف خير. اليوم جبت لكم فيديو كما كتشوفوا في العنوان، وكما علمتكم في الاستادو غادي نحط لكم غادي نوري لكم بعض الحوايج اللي خديت من السيت شيئين اللي عجبوني، وفي الاخر فيديو غادي نوري لكم ديك الكريمه اللي خاصه بجفاف الوجه. انا دائما كنوريها لكم كنقول لكم السميه ديالها وكنقول لكم راه تلقاوها في ميركادونا، ولكن اللي شفت بلي ما تلقيتوهاش ولا ما عرفتوش شنو هي اللي كنقصد لكم. المهم البنات شريتها، واخا يعني صراحه ما عندنا ما نديرو بها، ولكن خديناها باش نوريها لكم ونقول لكم هذه هي الكريمه ديال البشره الجافه. اول حاجه غادي نبدا نوري لكم الحوايج اللي خديت من شيئين. اول حاجه اللي خديت من شيئين صراحه عجبتني بزاف في الالوان ديالها وداكشي، انا خديتها غير هي الجاكيطه هذه، دايره بحال هكا، كتجي دايره بحال هكا، هي يعني لافيست كتجي دايره بحال هكا وكتجي فيها واحد الطرزه من هنايا وداكشي. صراحه هذه خديتها على حسب فصل الربيع كما قلت لكم في واحد الفيديو، كنت قلت لكم انا كيعجبني بزاف الحوايج ديال الربيع والحوايج ديال الصيف. البرد يعني ما كيعجبنيش، انا اصلا البرد اصلا ما كيعجبنيش، وكيعجبني كنميل بزاف لفصل الربيع حيت انا تساليت فصل الربيع وكيعجبني بزاف فصل الربيع. المهم خديتها في هاد الورادي هادو وهادشي حيت عجبتني بزاف بزاف بزاف. ومن هنايا كتجي دايره بحال هكا، فيها هاد البوطونيس هادو اللي دايرين على هاد الشكل هادو، راه كلكم غادي تعرفوها دوك اللي كيترتقوا بحال هكا، كتسديهم بهاد الطريقه كيداروا بحال هكا. المهم صراحة الا بغيتي تسديها راه كتسديها، الا ما بغيتيش كتلبسيها مع شي كسوه طويله وكتفتحيها كتجي زوينه، ولا ما بغيتيش كتقدر تلبسيها حتى مع الجين. بالنسبه للمحجبات غتصلح لهم فصل الربع، مثلا بحال الا لبسوا شي كسوه طويله كحله كلها وغيهرسوا داك الكحل بشي جاكيطه دايره بحال هكا اللي كتكون ملونه، يعني الا جينا لبسوا كل الكحل غادي يبان داكشي ما عرفت، خصنا لابد شي لون اللي غنهرسوا به داك اللون الكحل. وكنصحكم اللي متحجبه تقدر تلبسها حتى هي راه زوينه، واليدين ديالها واصلين حتى لهنايا. صراحه بحال مثلا لبستي شي لبسه كلها كحله كتجي معاها كتجي زوينه، ولا تلبسي شي كسوه من هاد الالوان، من هاد الالوان نيت ديال فلوريس اللي كيجي من هاد الالوان هادو نيت اللي سميتو، صراحه تجيكم مع اي حاجه حيت فيها بزاف ديال الالوان. كما كنعرفوا شي جاكيطه ولا شي لبسه اللي تكون فيها بزاف ديال الالوان ما كناخذوش فيها مشكل، يعني اي لون لبسناه معاها يجي معاها حيت على حسب هاد الالوان اللي كاينين في الورود. المهم هذه راه طايه اي سي، ما عرفتش كاين في طايات بزاف. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني غيقولوا لي ولا خديت الطايه ديالي واش غادي تجي صغيره ولا لا، انا نقول لكم باللي هذا الموقع يعني هو واخا يعني اسيوي وداكشي كيفصلوا على يعني على موديل اللي دايرين بحالنا حنايا، اللي يعني دايرين بحالنا كيجي داكشي النيشان مع سميتو، ما كتجي لا مزيره لا والو. وصراحه عجبتني، وحتى هاد الطرزه اللي كتجي دايره بحال هكا من التحت كتعطي واحد الديكور زوين بزاف. دابا غادي ندوز نوري لكم الجاكيطه الثانيه، من بعد ما نكملوا من نوري لكم الاولى والثانيه غادي نخلي لكم واحد الفيديو قصير اللي فيه واحد ميني لوك بوك، اللي بحالاش غادي تشوفوني بحالاش غادي تجي معايا في اللبسه هذه وهاد الاخيره اللي غادي نوري لكم. بزاف بزاف صراحه هذه خداتها لطيفه، هذه اللي دايره بحال هكا خداتها لطيفه، انايا خديت هذيك الملونه حيت لطيفه اصلا عندها بحال هذيك الملونه،
وخدات هاد الكحله هادي. المهم كتجي من هكا هاد الجيوب هادو راه ماشي جيوب غير مرسومين، وكيجي فيهم هاد الديكور هذا جاي داير بحال هكا. ومن هنا لافيس كتجي كلها مديكوريه، يعني الا جات كحله نيشان ما غاديش تقدر تجينا زوينه من غير الا ما كان فيها هاد الشكل هذا، وهاد الشكل هذا هو اللي خلى لافيس تجي زوينه بزاف. ومن لورا البنات لافيس كتجي باش كتشديها بدوك دوك الصدايف ديالها، كتجي من الظهر مزيره ومن التحت كتجي مفرفره، كتجي واحد الديكور زوين. راه غادي تشوفوها دابا، غنوري لكم واحد التصويره فاش لبستها كي بحال جاتني دابا تبان لكم. المهم كتجي دايره بحال هكا، والثوب ديالها كما كتشوفوا واحد الثوب اللي فيه واحد البريو، ما عرفتش غادي يبان لكم مزيان. المهم راه كي هاد الثوب هذا راه كيبرق، وكتجي من هنايا فيه داير بحال هكا واحد النيلو اللي تقدري هادي تلبسيها غير بداك ديك الوقيته ديال الربيع، ولا فاش يلاه كيكمل البرد وكيبقى يجينا داك ما بين الجو ما سخون ما بارد، هو تقدري تلبسي فيه هاد النوع هذا. اما الصيف وداك الشيء راه ما ننصحكش تلبسي غير في الربيع، داك يعني دوك اليامات اللي كيكونوا شي شويه دافيين. البنات كتجي بحال دايره بحال هكا وفيها واحد البريو كما كتشوفوا راه كتبرق، وكتجي من القدام دايره بحال هكا راه زوينه بزاف. ومن اللور راه كتجي كسامبل ما فيها حتى شي حاجه صراحه. هاد سميتو هاد اللي بغيت نقول لكم، هاد لافيست هادي كتجي رسميه، كتجي مع الكساوي، كتجي مع دوك السراول ديال التوب اللي كيكونوا رسميين، كتجي تقدر تلبسيها حتى مع سروال الجين، دوك السراول الجين اللي كيكونوا سليم تهزيها مع شي ساك بحال هكا دوك اللي كيتهزوا بحال هكا. المهم راه وريت لكم فوتو بحال هادشي معايش لبسته انا، لبسته غير مع واحد الجين غامق سامبل. ولبسها مع واحد القميجه اللي دخلتها في السروال، ولبست هاد لافيست هادي. صراحه كاع الا بغيتي تكونوا رسميين بزاف بزاف، انا لبسها كما كتشوفوا مع واحد القميجه ديال الكارو. تقدروا تلبسوها مع القميجه بيضاء حتى هي غادي تجيكم الا بغيتو تديروا كاع رسمي تبانوا رسميين. صراحه كتجي دايره بحال هكا زوينه بزاف. وهادو هما جوج حاجات اللي خديت. قبل ما ننسى بغيت نقول لكم راه هي ما كتجيش صدايف، كتجيني بحال هاد التشاليكو اللي لابسه، كتجي من هنايا فيها ما كيديروش فيهم صدايف، كتجي دايره بحال هكا اللي غادي نوري لكم. هكا كتجي دايره بحال هكا وكتدخليها من هنايا بهذه الطريقه هذه، بحال الا بغيتي مثلا ما عرفتش كنقول لكم كتجي واحد الحاجه دايره بحال هكا والثانيه كتدخليها فيها، ماشي صدفه كتجي ولا بغيتي تسديها. انا صراحه سديتها غير شي شويه في الوسط وخليتها مفتوحه، زيدها سديتها غير هنايا في الوسط وخليت الباقي مفتوح. الا ما بغيتيش كتسديها من الفوق هنايا داير بحال شي كاب وكتخليها مفتوحه انت الا بغيتي، ولا ما بغيتيش كتسديها كلها حتى هي كتجي كتعطي واحد المنظر زوين. المهم البنات قبل ما ننسى راه غادي نخلي لكم كاع الرابط ديال هاد الجوج جاكيتات ولا لافيس، غنخليهم لكم في التحت، وغنخلي لكم حتى الموقع في التحت في لابارا دي انفورماسيون بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هي لابارا دي انفورماسيون. هذيك فين كنحط انا الفيديوهات اللي درت من قبل، تحت هاد الفيديو اللي كتشوفوا دابا، من تحتو غادي تكليكيو في لابارا دي انفورماسيون غادي تلقاو كاع الحاجات اللي خديت من شيئين. صراحه هما بثمن مناسب وعجبوني بزاف، وفاش يعني جاوا قدي وجاوا كلشي ما لقيت حتى شي مشكل. المهم دابا غادي نخليكم تشوفوا ميني لوك بوك، وغادي ندوز نوري لكم الكريمه اللي خديت من ميركادونا اللي زوينه البشرة الجافه.
بعد ما شفنا ليك ميني لوك بوك غادي ندوز نهضر لكم على ديك الكريمه اللي كنت كنقول لكم دائما وما عرفتوش شنو هي. دائما كتسولوني نفس السؤال وخديتها على ودكم باش نهضر لكم عليها. المهم هادي راه من هادي راه فيها الويفيرا هاد الكريمه هادي، وكما كنعرفوا الويفيرا راه مزيانه بزاف للبشره، كترطبها البشره الجافه. وهاد الويفيرا هادي راه ديال كانارياس. وقبل ما نهضر لكم على الكريمه من الداخل نوريها لكم، راه فيها واحد النسبه ديال 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 داك اللي كيغطي حمايه الشمس، فيها 15 اس بي اف. وصراحه هذه راه ايكولوجيكا، يعني الويفيرا دي كما كتبين هنايا الويفيرا دي كولتيفو ايكولوجيكو، وفيها فيتامين اي، وفيها الزيت ديال الافوكاتي ولا الزيت ديال لافوكا. كنعرفوا الزيت ديال لافوكا وفيتامين اي كيصلح البشره الجافه. دابا غادي نكبر باش غندي ندير لكم زوم باش تشوفوا الكريمه مزيان. هذه هي الكريمه اللي بغيت نوري لكم، سميتها اتلانتيا. كما كتشوفوا راه خضراء هكا كيما بحال نيت الويفيرا. عندك 6 شهور تقدري تستعملي، تفتحي هادي عندك الاستعمال ديالها تستعمليها 6 شهور. دابا غادي نحلها لكم باش نشوفوا من الداخل بحال اش كتجي. من الداخل كتجي دايره بحال هكا، بحال ديك نيت الكريمه اللي وريت لكم ديال 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 داك سميتو ديال البشره الدهنيه، وكتجي فيها دايره بحال هكا. هذا كيحمي باش الكريمه ما تكب لكم. كتجي الكريمه دايره بحال هكا عاديه، الريحه ديالها ما فيها حتى شي ريحه، كتجيني شي شويه كتشم بحال الريحه ديال نيفيا. بحال هكا شميتها اول مره انا فاش جاتني ريحتها. اول حاجه فاش خديتها وشميتها جاتني ريحه بحال ديال نيفيا. دابا غادي نقول لكم بلي هادي راه كتصلح البشره الجافه بزاف بزاف كما قلت لكم، وكيديروها الناس اللي كيعانيو من جفاف البشره. وهذه هي اللي كنت كنقول لكم دائما ديما اللي كانت هي هذه، غير جددوها ديال البشره الجافه. وهذه بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي راه ما عرفت هذاك شريتها وما عجبتنيش من بعد وداك الشيء، بغيت نقول ولا ريحتها خايبه ولا هذاك، راه بغيت نقول لكم راه كيديروا لكم تما واحد البروبادور اللي تسميتو اللي تديروه وتجربوا تموش ريحتها وكلشي عاد باش تاخذوها. تما راه في ميركادونا راه ما كيهزو عليك الفردي باش تشري الحاجه بالسيف، شميها هي الاولى عاد باش تاخذيها. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم. ولا كيعجبكم الفيديوهات اللي دايرين بحال هكا ما تنساوش ديروا ليا بزاف ديال لي لايك. وعندي حاجات اخرى جديده من ميركادونا اللي خديت وغادي نهضر لكم عليها. وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.